مزمور وآية النهاردة كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. كثيرة هي أحزان الصديقين، كثيرة هي أتعاب الصديقين. كده يا ربي، هو اللي بيحبك يبقى أتعابه كتيرة؟ بس استنى بقيت الآية، ومن جميعها. أصل كل الناس عايشين في أتعاب وألمات، كل الناس بتمر عليهم وفي ناس بتفضل عايشة معاهم، ولكن الوعد لأولاد ربنا حتى لو كانت كتيرة ومن جميعها، مش حبة صغيرين، ومن جميعها ينجيه الرب. المزمور ده المزمور 34 اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة. المزمور ده كتبه داود لما شعر بضعف، فهرب، شعر بضعف وخوف من شاول، فهرب من شاول فراح للفلسطينيين. ما أبي مالك ملك الفلسطين لما عرف إن هو داود اللي قتل جلياط راح كان عايز يمسكه، فداود خاف تاني وعمل نفسه مجنون وغير عقله فأطلقه أبي مالك. يعني داود خاف من شاول وخاف من ملك الفلسطينيين. بعد كده صرخ بالمزمور ده اللي بيتكلم فيه على علاقته مع ربنا، وفي الآخر يقول حتى لو مشاكل كتيرة ربنا هينجيني منها. المزمور ده يصرخ بيه كل واحد فينا وهو في ضيقته وفي تعبه وهو ضعيف، وهو ضعيف وخايف، وربنا يقوله حتى لو انت ضعيف وخايف وهتصلي لي هرفعك من كل هذه الأتعاب. المزمور تسبيحة شكر من أولاد ربنا لربنا حتى وهم ضعفاء. طب أنا عايز أعرف يا رب انت هتنجيني من كل هذه الضيقات، انت هتنجيني وترفعني وتبسطني وتفرحني ازاي؟ ازاي اكون عايش معاك انسان صديق؟ بفكر فيك، من هم الصديقين اللي ربنا بينجيهم من كل هذه الاتعاب؟ اول حاجه المرتل يقول لنا ابارك الرب في كل وقت، بيشكر ويسبح ربنا في كل شيء، في كل وقت، في كل شيء، على الحلو وعلى الوحش او اللي شكله وحش. زي أيوب، أيوب لما ابتدى يتجرب مامراته بتقول له كفاية بقى يا أيوب، كفاية، بارك الله ومت. قال لها أتتكلمينك إحدى الجاهلات؟ الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل؟ يعني الخير نشكر عليه والشر لا، كل اللي أنت تجيبه لي يا رب كويس. عشان نعيش المزمور ده أول حاجة أشكره على كل شيء، على كل شيء ومن أجل كل شيء. فعلا زي ما بنصلي في باكر، كل حاجة يا رب حتى اللي شكلها وحش، أصل يا رب المر اللي أنت بتختاره لي أحلى من العسل والشهد اللي أنا أختاره لنفسي. أبارك الرب في كل حين، تسبيحته دائمة، دائمة في بقي على لساني، بسبحه كل الأوقات زي داود في كل 7 مرات في اليوم سبحتك على أحكام عدلك، طول النهار أنت على بالي بفكر فيه، يبقى بسبحه على كل شيء ومن أجل كل شيء، بسبحه طول الوقت. أكون عايش إنسان وديع ومتواضع بقلب منكسر. يقول لك إيه؟ بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء ويفرحون. بالرب تفتخر نفسي، أفتخر بربنا، ما أفتخرش بصحتي، ما أفتخرش بقوتي، ما أفتخرش بالناس اللي حواليا بفلوسي، لا، أفتخر بيك يا رب، ماليش غيرك. بولس الرسول يقول لربنا ما أنا يا رب، أنا ولا حاجة، أو يقول مرة تانية أنا مثل السقط، ولكن نعمة الله العاملة فيه هي اللي خلتني أخدم وأكرز وأروح العالم كله. يبقى تالت حاجة أحس بضعفي، ولما أفتخر أفتخر بربنا، أطلب ربنا وما أطلبش حد سواه أبدا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، أتكل وأطلب منه بس. دانيال لما عملوا عليه مؤامرة عشان خاطر يطلب من الملك، يقول لك فتح كواه، فتح الشباك بتاعه وبص على أورشليم وكان بيكلم ربنا بس. طب كلم الملك، طب كلم ناس، لا لا لا، ماليش غير ربنا أتكلم معاه. اتكالي الكامل وطلبي الكامل هو أنت يا رب. أعمل زي دانيال حتى في وسط الشدة، في وسط الضيقة، ماليش غيرك يا ربي أتكلم معاه. حاجة كمان، يكون ملاك الرب حال حول خائفي، يخاف ربنا. هل أنا خايف ربنا؟ الصديقون هم من يخافون ربنا. يعني إيه؟ يعني بس حاطط ربنا قدامه في كل حين، جعلت الرب أمامي في كل حين، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف الصديق يقولها قاعد في محضر ربنا، حتى وهو في السجن في محضر ربنا، هو في بيت فوتيفار في محضر ربنا، يعمل الخطية دي إزاي؟ هو عايش قدام ربنا ومع ربنا وفي حضور ومعية ربنا. عشان كده ومن جميعها ينجيه الرب. حاجة كمان، متوكل على الرب. يقولك طوبى للرجل المتوكل عليه. كل الآيات دي في مزمور 34 في صلاة الساعة الثالثة. طوبى
للرجل المتوكل عليه، أنا أكون اتكالي كله عليك. مردخاي كان قاعد زي غفير أو بواب على باب الملك، همان الشرير رايح جاي. طب يا مردخاي هتسجد لهمان؟ لا. طب يعني أنت مين هينجيك من همان؟ مش مشكلة، أنا هرمي كل اتكالي عليك يا ربي. همان بقى يدبر مؤامرة عشان مش ينتقم من مردخاي بس، ده من مردخاي وكل اليهود. ولكن الله ينقذ مردخاي المتوكل على الله، فهمان هو المؤامرة تتنقل عليه وهو اللي يموت، ولكن مردخاي وكل شعب اليهود ينجو. يا ترى أنا متكل عليك يا ربي؟ مردخاي صديق وعايش معاك يا ربي، ولكن في كل هذه البلايا والتجارب أنت تنجيه. آية رقم 9 في المزمور: اتقوا الرب يا قديسي. اتقوا ربنا، هل أنا بتقي ربنا وحاطط ربنا قدامي؟ اتقيه. تقوى ربنا هي أحلى حاجة في الدنيا، إن أنا أبقى مع ربنا وفرحان بيه. الفتية التلاتة هتسجدوا؟ لا مش هنسجد. هتترموا في الأتون؟ ما نترمي في الأتون. طب والأتون؟ يتحول الأتون إلى ندى بارد. عمال أقول لكم قصص قديسين وشخصيات من الكتاب المقدس، عظماء، كلهم عايشين مع ربنا، كلهم عايشين حياة المعية والعشرة مع ربنا، كلهم صديقين، ولكن كل هذه التجارب اللي مروا بيها، إن كان مؤامرة أو كان أتون نار أو كان أي ألم أو تعب أو تجارب زي أيوب، ومن جميعها ينجيه الرب. آية جميلة قوي، مزمور جميل في صلاة الساعة الثالثة، ما نعدهوش كده: أبارك الرب في كل حين، تسبحته دائما في فمي، بالرب تفتخر نفسي، طلبت للرب فاستجاب لي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. عشان في الآخر كثيرة هي بلايا وأحزان وضيقات العالم واللي بتحصل للصديقين، ولكن من جميعها ينجيهم الرب. اجعلني يا رب أحيا مثل هؤلاء القديسين وأنجى من كل هذه البلايا والأحزان بحضورك وعشرتي معاك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.